اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين في فقرتنا الاولى من حلقه النهارده في البيت الكبير. حينما تسال عن معنى الوطنيه تجد ان الاجابه الاكثر واقعيه ترتبط بمقدار وقفه الرجال مع وطنهم وقت الازمات والصعاب والعمل على تقدمه في الرخاء. ولذلك فحينما تاتي ذكرى تحرير سيناء لا يمكن اغفال دور الرجال الذين لم يعرفوا معنى الخوف ولا الجبن حينما وقفوا امام المستعمر الاسرائيلي، فهم عنوان مصر والسلم الذي تحقق به المجد والكرامه. ضفنا في هذه الفقره اللواء اركان حرب مجدي احمد شحاته، هو احد ابطال هذه الحرب. ازي حضرتك يا فندم؟ سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، ويشرفنا طبعا وجودك معانا في هذه الفقره في البيت الكبير. الله يخليك، الحمد لله رب العالمين، وده شرف ليا ان ابقى بكون في بيت الاهلي البيت الكبير، وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب، دايما بنحتفل بذكرى تحرير سيناء، وحضرتك كنت من المشاركين، اشرح لنا كده الوضع بمنتهى البساطه، لانه في شباب اللي هو الشباب اليومين دول بيسمع عن حرب سيناء وتحرير سيناء، ماذا حدث في هذا اليوم؟ اللي حدث في هذا اليوم كان يوم بتنتظر القوات المسلحه بالكامل. ايوه انا ما بتكلمش عن نفسي، بتكلم كلنا كمقاتلين وضباط وصف وجنود وشعب، مش يعني كان الشعب قبلنا بيدفع بينا عشان خاطر نصل لهذا اليوم اللي احنا نحقق فيه استعاده الارض بتاعتنا اللي احنا خسرناها في 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 لحظات صعبة. في صعبه جدا، واستعاده الكرامه، لان احنا برضو كانت هزه لنا كشعب وكمصريين ان اسرائيل او العدو الاسرائيلي في هذا التوقيت ان هو يقدر ياخد ارضنا بهذه السهوله ويستولى ويهدد العمق كمان، يعني اسرائيل كانت طيرانها بيصل للعمق في مصر. كانت لحظات صعبه جدا علينا وعلى الشعب المصري، فبالتالي كان لازم الاعداد السريع والجيد لاستعاده الارض. فنموذج حرب 73 ده يعتبر نموذج لازاي تقدر تنجح باقل الامكانيات. باقل الامكانيات يا فندم، ودايما ما قبل الحرب. ما قبل الحرب هو اعتقد اللي بيودينا او اللي بينجح الموضوع، بينجح الحرب نفسها. الاعداد للحرب. الاعداد للحرب. اعتقد ان خلال سنتين او اكتر او يمكن اقل حضرتك هتقول لنا كان فيهم مجهود كبير جدا 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 سبق زي ما حضرتك قلت الاعداد للحرب. ايه اللي حصل في السنه ولا سنتين ما قبل الحرب عشان تقدروا توصلوا بهذه المعنويات المرتفعه بهذه الجساره الكبيره جدا عشان تقدر تصل الى قدامكم خط برليف؟ انا متخيل الموقف قدامكم خط برليف، حاجه طبعا كانت كل الناس بتكتب عنها في ذلك الوقت انها حاجه حصينه جدا ولا يمكن ان حد يتعداها وكذا وكذا. سنه قبل الحرب بيتم الاعداد ليوم لهذا اليوم اللي هو يوم 6 اكتوبر، ايه اللي كان حصل؟ هو ان جت الحقيقه الاعداد في نقسمه نصين. ايوه فهمت. النص كان الاول او في الجزء الاولاني كان استعداد فطري او طبيعي. كان مش تجهيز مخطط. كمصري. ليه؟ لان احنا موقف وكان لازم يبقى فيه رد فعل. ايوه فهمت. فرد الفعل اما انهيار، موقف شديد انهيار دولة النار، وده اللي كان العدو الاسرائيلي بيسعى ليه، وقال لك خلاص الناس اللي كانت فاكره نفسها انها يعني قوه لا تهقر وان خلاص هيخش اسرائيل في خلال ساعات وكلام من ده، لا النهارده ادي مصر اهي خدنا منها سينا بالكامل وبنهدد العمق، وهي والشعب فعلا بدا يعني كان في الجو ما كانش توتر كبير وخوف ورهبه ومجهول مش عارفين، فبالتالي كانت اول مرحله لازم اللي هي التماسك. التماسك ان احنا لا يعني ما ننهارش، نقف ونتماسك، وعدينا المرحله دي اللي هي بقى جماعه ناصر يعني كان عاوز يتنحى، والشعب قال له لا انت مسؤول ولازم تكمل المسؤوليه. أيوه. الناس بدات تفوق، بدات القوات تنظم نفسها لحد ما في عوده منظمه بقدر الامكان، السوشيد السوشيد والتأثر تأثر، ولكن بقيه القوات بدات تاخد وتبدا بتركيز شديد وبقى رؤيه تانية مختلفه عن اللي احنا كنا فيه قبل 67، يعني قبل 5 يونيو غير بعد 5 يونيو تماما. اوكي. لغايه لما العدو الاسرائيلي بدا يتوحش ويتحرك زي ما هو عايز، كان فاضل جزء صغير قوي في اللي هو بور فؤاد، مدينه بور فؤاد وحته اسمها راس العش كانت موجوده،
طريق اللي بيودي بور فؤاد، وبعد كده في ملاحات او في سبخه وفي قناه السويس، يعني طريق ضيق اللي بيودي لبور فؤاد. وده كانت عمليه سهله جدا بالنسبه للعدو الاسرائيلي، كانت ممكن يعملها، كان بيعملها يعني، كان. لكن صدرت الاوامر من جماعه بنصر شخصيا لقائد الكتيبه سيد شرقاوي وفاز توقيت الله يرحمه، قال له بور فؤاد ما تسقطش، راس العش في بور فؤاد ما تسقطش يا سيد. فطبعا الراجل خد هذا الكلام وبدا ينظم كمين في راس العش، وده كان اول كمين ضد يعني يوقف العدو عند حده وما يقدرش يخش بور فؤاد. فاصبحت بور فؤاد هي المدينه الوحيده اللي كانت خارج يعني بره احتلال العدو الاسرائيلي في سيناء. ودي كانت مثال جميل لازاي بقى القوات المصريه تقف بقوه صغيره جدا، يعني عباره عن فصائل، فصلتين ورا بعض، يعني كلام بسيط جدا، ويقفوا قدام العدو يضربوا له اول ثلاث اربع دبابات الاول في المضيق الضيق ده، في الحته المكان الضيق، فبالتالي ما قدرش الكتيبه كانت بقوات كبيره ما قدرش يخش، فبدا يقف، بدا يضرب طيران، بدات قواتنا اللي في الشرق كان لسه ما عملتش بقى ساتر، لسه في البدايه خالص، كانت لسه قبل اللي في الغرب، قواتنا اللي في الغرب بدات تتعامل بوحشيه بانتقام، ناس بقى ما خدتش فرصتها في المعركه، جوايا غل بقى فعايز اطلعه هي بالظبط كده. فبداوا بقى يعني جميع القوات ما بين مدرعات لمشاه لبقيه الكتيبه الناحيه الثانيه لدفاع جو، كله كان بيضرب في الجانب في اسرائيل في الجنب في الحيطه. فبالتالي لقى نفسه لا يمكن هيقدر يكمل، ووقف فعلا ورجع وبدا، بس هو كان عاوز ينجح يسحب الدبابات والجرحى بتوعه والميتين من الحته دي، وانسحب فعلا والحمد لله. ده كان اول اختبار حقيقي ل واحد الجيش المصري بقى في المواجهه، في المواجهه يعني بامكانيات ضعيفه جدا، ار بي جي 2 يعني، حتى مش كان حاجه كده، حاجات قديمه جدا، لا حاجه مدعيه خالص، هو كان بمدرعات. ورغم كده يعني الابطال بتوع راس العش حسني سلام، فتحي عبد الله وحسني سلامه، مجموعه كانت من الابطال، عملوا كان يعني شغل ما ارقى ما يمكن. ده كانت البدايه الحقيقيه. وبعد كده توالد بقى الـ 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 العمليات الاستنزاف بعد فتره، من بعد ما في استقرار تنظيم الجيش قوات مسلحه، بدا الطيران بتاعنا، بدا الجزائر تبعت لنا طيران، خدنا الطيارين بتوعنا طاروا وجابوا طيران، بدات بقيه الدول العربيه تمدنا بحاجات كانت مهمه جدا، في كتيبه جت من الكويت، في كتيبه جت من السودان، في كتائب، يعني في كتائب كل الدول العربيه، بدا في تعاطف على مستوى الدول العربيه، الدول العربيه كلها. ودي يعني ودي كانت قبلها كان في تمزق، كان في تفرقه في السياسه، كانت السياسه ما كانتش لكن بقت قبل 67 مصر والدول العربيه والمنطقه حاجه، وما بعد 67 حاجه تانية، حاجه تانية. فعشان كده احنا زي قبل مش عارف الثوره، ثوره 30 يوليو حاجه احنا مصريين، وبعدها حاجه تانية. مزبوط. قبل 25 يناير برضو انا في رايي حاجه، وبعد 25 يناير في فالنهارده في محطات معينه بتبقى بيبان فيها المعدن المصري الحقيقي في وقت الشد. تمام. برضو عايز حضرتك تحكي لنا عن حضرتك، كنت قائد مجموعه الصاعقه، حوالي قضيت ومعك 40 جندي من أبطال الصاعقة 200 يوم خلف خطوط العدو لقطع الإمدادات، تحكي لنا برضو إيه اللي بيحصل؟ يعني إحنا بنسمع عن الكلام ده، نخش بقى في عمليات 73 بقى، نتفرج عليه في التلفزيون. الله يخليك. إحنا كنا في الاتجاه اللي بيسموه المجهود الثانوي، المجهود الرئيسي كان في اتجاه قناة السويس، اللي هو الجيش الثاني والثالث والدعم والدنيا كلها. ده كده بدأت الحرب خلاص. ده كده خلاص ودخلوا احنا بدأنا حربنا في جنوب سيناء، لأن ده كان مسرع عمليات يعتبر موجود جنوبي ثانوي. تمام. بس كان لازم يشغل، كان لازم يبقى فيه عشان ما حدش من الجهة الثانية يجي فيه. بالظبط. عشان ما حدش يحرك منه ويتحركوا يساعدوا في قوات ثانية. فبالتالي كان مخصص له مجهود جوي، طيران مراج، مخصص له طيران هليكوبتر، مخصص له قوات مدببات، وما قدروش يتحركوا، ونجحنا فعلا الحمد لله. القوات دي انها ثبتت هذه القوات لمده اكثر من 72 ساعه، اللي احنا كنا محتاجينهم نعمل رؤوس كباري ونستقر في بعد تهديد قناة السويس. فالمهمه اتحققت. اتحققت بخسائر. طبعا. خسائر كبيره. طبيعي. لكن احنا عمرنا ما فكرنا لا في خسائر ولا في احنا الوقت خدنا مهمه، صحيح مهمه شبه مستحيله، صعبه جدا، لكن في الاخر في هدف ان احنا نحققه، والحمد لله حققناه باكثر مما يعني توقعناه، او اكثر مما القياده توقعت، لان يعني ناس بهذه بالشكل ده في هذا العمق
على بعد 200 كيلو تقريبا من البلاد، يعني ما فيش معاهم حاجات محدوده، ذخيره محدوده واكل محدود. مش كان يتوقع ان كل ده يحصل. لا يكونوا يعملوا النتائج دي، لا كان بالنسبه لهم النتائج الحمد لله كويس قوي، لان احنا نجحنا في الاخر. هدف ايه؟ ان انا اخلي العدو ما يتحركش من المنطقه دي للمده لغايه لما نظبط نفسنا. اربع ايام الاولين دول اهم حاجه فعلا. وبعد كده بقى في قصص من البطولات غير عاديه. يعني احنا الحمد لله يعني كانت الناس كانت نيتها كويسه، مش رايحه مش تستشهد، يعني كانت الناس خايفه خلاص راح. فبالتالي اتحققت نتائج اكثر من اللي حضرتك متخيل. على سبيل المثال المجموعه احنا المفروض كنا ننزل زي ما حضرتك بتقول، كانت في مجموعه سريه كامل تنزل في وادي فران. كنت انا اول طياره كانت نزلت، وبعد كده عملت حطيت مشاعل عشان الطيارات اللي بعد كده ترجع تيجي في نفس المكان، ويجي بقى كده المفروض اربع طيارات ينزلوا يرجعوا تاني في هذا المكان. رجع اربع طيارات صحيح متاخرين، لكن للاسف الشديد طياره وصلت مظبوط، وطياره خبطت في سلك بتاع ضغط عالي وهي جايه، كان الدنيا ضلمت فخبط في ضغط سلك. للاسف الطياره دي تقريبا كلها يعني استشهد معظم الناس اللي في الطياره، هذا مجموعه صغيره يعني طلعت مع نقيب قائد سريه سمير سالم الله يديله الصحه. ان شاء الله هشوفه بكره باذن الله، في لنا لقاء بكره. انا بقى لي مده كبيره ما شفتوش، وانا سعيد ان شاء الله هشوفه بكره. وكان كمان في وده نزل برضه تعبان، نزل يعني متدغدغ من الطياره، كانت مش بسيط الموضوع، كان بسيط. والنقيب صليحه برضه كان ليه دور، عمل دور كويس، وبس ما كان يعني بعد لان كان لوحده في منطقه يعني مفتوحه، العدو تتكالب عليه بشكل كبير. وفي طياره كانت بتاع ملازم محمد شربيني، وده عمل دور هايل، ملازم لسه متخرج مع مجموعه 17 واحد، جمعوا نزلوا بطياره في حته مكان بعيد، الطياره بتاعتهم اتضربت بعد وهي طالعه، وقدر هذا الملازم يقعد حوالي خمس شهور خلف خطوط مع المجموعه بتاعته والله يرحمه، ورجع بمعاونه البدو، او البدو ساعدوه جدا في عملياته جوه سيناء. البدو لهم دور كبير جدا في هذا الموضوع، بدو الترابيين في الحته دي وساعدوه لغايه لما رجع بعد خمس شهور او ست شهور في حاجه زي فيلم كده، رجع في عربيه نقل. انا بقول لحضرتك احنا ما بنتفرجش على الحاجات دي غير في الافلام بس. لا 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 دي حضراتكم عاصرتوها واقع. يعني رجع بالناس بتوع كلهم خلصوا ذخيره ومش عارفين بقى خلاص، فراحوا حاطينهم في عربيه نقل وحاطين عليهم عشب وبتاع وشجر عشان يعدوا. وعدوا من نقطه التفتيش بمعجزه، وكملوا بعد كده في المسافه ورجعوا ماشي والكلام ده، وقابلهم مشير احمد اسماعيل. ما هو ده اللي انا كنت بقوله لحضرتك، ان في الاخر اللي خلى المشير احمد اسماعيل ينزل وياخد صوره او يستنى حضراته في صوره، هو متصور محمد شربيني الله يرحمه متصور معاه صوره مع المشير، شفتها دلوقتي من شويه. ما شاء الله انتوا عندكم ما شاء الله يعني عندنا طبعا عندكم معلومات طبعا طبعا يعني الحمد لله. فده دي مجموعه في ملازم اول الاحتياط الله يرحمه اسمه احمد الخرجاوي، ده انضم ليا، وده كوننا المجموعه الرئيسيه. وجه بعد كده جت طياره فيها امداد وتموين، يعني فيها الاكل والشرب وجهاز لاسلكي كان مهم جدا. الكلام ده جه بعد ثلاث ايام، يوم عملنا عمليه من ارقى ما يمكن، اللي هي ضرب عدد اثنين اتوبيس للعدو، كان فيه طيارين وملاحين. انا عرفت طبعا الطيارين والملاحين دي بعد 12 سنه وانا كنت في كليه قاده واركان باخد اركان حرب، وقابلت اللي كان دفعتي عارفه طلبه مش عالده كانت في الحرب الالكترونيه. ايوه. فقال لي انت عارف التوبيسات اللي ضربتها دي كانت فيها ايه؟ قلت له لا ما اعرفش، ولا اعرف عدد ولا اعرف مين ولا كان. قال لي دول كان فيهم 65 طيار وملاح لقطنا اشاره بان تم تدميرهم بالكامل وموتهم في من اشاره اسرائيلي كان كده، فهم لقطوا الاشاره دي. قلت له والله ما اعرف، ما تقول لي طب. قال لي طب شفتك فين عشان. أيوه. أيوه. لكن كانت عمليه بالنسبه لنا سهله جدا، ما فيش فيها يعني تعقيد. صحيح كان فيها كان في وراهم قوات كبيره جدا، كنا متوقعين يبقى في اشتباكات يعني كانت هتبقى معركه كبيره لو هم، لكن هو وقفوا تحركاتهم. احنا ركزنا على التوبيسات جامد جدا، هم وقفوا التحركات، عربيات كانت يعني مقاتله، ورجعوا بهدوء جدا. بس احنا كنا على ما خلصنا مهمه التوبيسات كانوا هم بقى اتحركوا، كانوا بيقعدوا عن مرمى السلاح بتاعنا، ودي كانت مهمه سهله الحمد لله خلصناها. وتوالت بعد كده بقى وتوالت المهمات. طيب هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع اسال سياده اللواء عن استبدل هو ملابسه بملابس زميله الضابط في الصاعقه عادل عبد الفتاح اللي استشهد في الحرب، ليه عمل كده وكيف استشهد زميله في الصاعقه عادل عبد الفتاح. هنعرف كل ده ولكن بعد هذا الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. سياده اللواء حضرتك كنت لسه بتحكي لي عن قصه ما بعد ما حدث بعد الاوتوبيسين، ايه اللي حصل تاني يوم بقى؟ تاني يوم طبعا العدو طبعا دي كانت ضربه موجعه لي. احنا ما نعرفش طبعا ان فيهم طيب ايه ولا عدد قد ايه، لكن ضربنا نفذ مهمه ونفذنا مهمه وسهل يعني الحمد لله كانت كل حاجه تمام ورجعنا وكانت اليوم جميل. تاني يوم الصبح لقيت ناس بتكلم يا فندم مجدي خير، ناس تطلع بقى فوق في الجبل فوق شايفين الطريق اللي هو احنا عملنا عليه الكمين. قال يا فندم ده الدنيا مقلوبه في الطريق، دقات وعربيات اسعاف وعربيات نقل وفي حاجه مش مظبوطه، في حاجه في الطريق. فقلت لهم طيب خد بالك مفيش حد يشوفك يشوفكم وتابعوا وهنشوف القصه. بس بعد شويه لقينا ابتدينا نشوف طيران هليكوبتر يطلع بقى يمسح المنطقه كلها. اضطرينا في يعني باختصار شافوا المكان وبداوا يحاصروا المنطقه. كان جبل عباره عن زي جبل سويتر معروف هناك في جنوب سيناء، صعب كان صعب جدا ودي ميزه كانت لنا. حصروا المنطقه كلها مدرعات ودبابات وعربات تنزيل. لا ده كانت يعني ونزل مظلات باعداد كبيره جدا فوق قمم الجبال بطيارات كبيره عدد كبيره، كان بيبدلوا على طول طيارتين طيارتين، لازم يبقى في طيارتين على الاقل موجودين. احنا حاولنا نضرب الطيارات بالستريلا، كان معانا صاروخين ضربنا بس للاسف ما جاتش حاجه للاسف الشديد. ما اتصابوش، ولو اتصاب الطياره كانت هتغير موقف جدا في هذا التوقيت. كانت فيها مشكله كبيره، لكن القدر كان كده. اخر التعليمات قلت الناس تتسرب عشان احنا الحصار ده يعني احنا ما نقاتلش في مواجهه. طبعا في قبلها حاجات كتيره لكن انا بدي اختصار للموضوع. الناس اللي يقدر يتسرب يتسرب، لكن ما قدرناش لان العدو كان احكم الحصار وبدات معركه شرسه هو نفسه ما كانش متوقعها. هو فاكر مجرد ان هو يطلع ويقول للناس يعني خلاص ظهر في الناس هتخاف وهتستسلم. ايوه فوجئ بمقاومه وضرب وخسائر فيه لم يتوقعها باطرافه. الكلام ده عرفته بعدها بحوالي شهرين او ثلاثه من بدو سينا وانا كنت جوه جنوب سينا. حصلت مقاومه، بدا ما يتعاملش مباشر وبدا يضرب بالمدفعيه وبدا يدفع في المناطق في الجبليه في الجبل، والجبل ينهار على الناس اللي هي اللي موجوده في تحت. كنا احنا تقريبا ناس بقى في متدرجه في الجبل يعني، لغايه لما بدا يلاقي سكون يبدا يضرب الناس تضرب. قعدنا في هذا المعركه مده كبيره حوالي ساعتين ثلاثه كمان يمكن طولنا. فبدات ذخيرتنا طبعا احنا كنا بنضرب باقصى معدل لان هو مجرد يطلع فكنا بنضرب باقصى معدل، ذخيره خلصت. حس بدا يضرب ما فيش حد مقاومه، يضرب مكان الاول يضرب يلاقي مقاومه، يسكت يضرب يلاقي مقاومه وهكذا. فبدا بقى يحس ان معكوزه كبيره. طبعا السوشيال عدد كبير جدا، صيب عدد كبير قوي، في جزء قدر يتسرب كنت انا من ضمنهم. في لحظه من اللحظات اللي هي اللي كنت خلاص بقى الذخيره خلصت ومعايا البندقيه فاضيه فقط لا غير، وقدرت اتسرب في نفس المنطقه بتاع نفس الجبل كان تحتيه بعد كده بقى، لان داخل المغرب بعدها بساعتين او ساعه كنا احنا في موجودين بيدوروا بيدوروا على كل الناس هم عارفيني وبيدوروا على حد، لان كنا انا كنت بالنسبه للطياره كنت باين لان كنت انا في 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 في, في, في كنت انا والقاده السريه في منطقه واحده. بس يعني في الاخر لقيت كنت لوحدي فوقي عدو اسرائيلي حوالي 5-6.5 بوصه وتحتي نفس القصه 5-6.5 بوصه، وانا في المنطقه الميزانين في منطقه طبعا على الطبيعه منظر تاني وشكل تاني اللي بحكيه ده يعني حاجه مش طبيعيه. بعد فتره صغيره ساعتين كده او ساعه في سكون تام، كان في سكون صمت تام، هم منضبطين جدا طبعا. دي لازم نعترف باللي لينا واللي علينا طبعا. ناس منضبطه يعني جيش منظم مش 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 فاهم بيعمل ايه. فكان لدرجه ان انا قلت يعني مش ممكن يعني مده ساعات ساعه وشويه في صمت مش حركه بحيث لو في اي حركه تبان يبان على طول. لغايه لما فوجئت بمعركه بان في ناس بتضرب علينا يعني ناس قواتنا احنا بيضربوا على الناس اللي هي الموجوده تحت واللي موجوده فوق، وانا طبعا ما انا موجود في النص يعني النص بتاخد شويه يعني ما بس بيبقى فرحان يعني ما دي يعني عمال اقول يعني لغايه دلوقتي انا ما اعرفش مين الناس دي. وهم ردوا طبعا بنص بوصه نص بوصه رشاش تقيل قوي، فردوا بالرشاشين فابتدت التانيين يعني بتوعنا ما يعني كانت نار قويه فبطلوا وتقريبا انسحبوا. بعد ما فيش اقل من نص ساعه كانت في طيران
مال الدنيا بقى برضه ميراج وهليكوبتر وانوار وفليرز وكلام من ده عشان يشوف ايه. يمكن انا بعتقد يمكن كان يمكن محمد الشربيني اللي هو الملازم محمد الشربيني يعني غالبا كان يمكن احتمال يكون في التوقيت ده. اتحركنا بعد كده لكن ما كانش ينفع بقى لازم اتحرك. معايا البندقيه فاضيه ولازم اتحرك ما بين التحت واللي فوق. كنت ماشي على جبل تقريبا على حيطه، شكل حيطه يا دوبك يعني كده ماشي كده. ماشي في لازق فيه. طبعا انا نازل بعد شويه بقى الحجر بدا حجر تنزل بدا الدنيا تبان بدا بتاع هم مش عارفين يعملوا ايه بقى يضربوا اللي فوق بيضرب فوق في السماء واللي تحت بيضرب في مش عارف يضرب فين فبقت في ربكه كبيره جدا. وتوقعت طبعا الطيارات تيجي بعدها على طول. كنت انا بقى ابتدي اتحرك بسيط بطيء 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 لا عارف انزل ولا عارف اطلع. كل ما انزل الاقي خيران غويطه جدا واطلع طلوع ما فيش مش منتهي. المهم اتحركت طول الليل لغايه لما اتحركت بقى على الفجر كده وصلت لخلف الجبل يا دوبك همشي حوالي ما فيش اقل من 500 600 متر في طول الليل. استمريت في الفتره دي بعدها قصه طويله بقى قوي حوالي 10 12 يوم لوحدي في الحته دي. لقيت ذخيره بعد 3 4 يومين 3 حوالي 8 طلقات كده كان بالنسبه لي دول يعني بالنسبه لي كانت يعني حاجه مهمه جدا. وابتديت اتعرف على المنطقه وابتديت ادور على بقيه الطيارات وبقيه الناس بتوع لان في ناس توقعت انها اتسربت وفعلا في مجموعه اتسربت فعلا لكن للاسف الشديد ما لقيتش حد. في الاخر اضطريت بقى اكمل فوق وبقيه القصه نحكيها بعد سنتين عشان بس ما بقاش مطولش. طيب كده انتهت الامور في هذا الوضع ووصلنا لان حضرتك غيرت ملابسك مع احد الزملاء اللي استشهد في ايه اللي حصل؟ لا دي بتاعه الملابس دي كان دي بقى قعدت 7 شهور خلف خطوط بعد بعد المده دي كلها. الملابس بتاعتنا ما بقتش ملابس. قعدتوا 7 شهور الاول؟ قعدت 6 شهور 17 يوم. 6 شهور و17 يوم كان معانا. بعد كده اتجمعنا مجموعه كان معانا النقيب عبد الحميد خليفه وكان معاه واحد مصاب اصابه شديده جدا موت يعني كان واخد دفعه من ظهره طالعه من المثانه كانت بتبول من المثانه وكانت رؤوف جمعه كرايم بطل هو ده البطل الحقيقي للقصه بتاعتنا يعني راجل يعني كافح كفاح وكان بيطلب الشهاده كان بيقول يعني جه طلب مني ان انا اموته عشان ما يبقاش عبء على زمايله في ال 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 فطبعا قادم قلت له ان شاء الله هنرجع بالسلامه قال يا فندم قلت له معلش وفضل معاكم ورجع بالسلامه والحمد لله حي يرزق ومحترم وجميل يعني يا رب ان شاء الله في فرصه كده نبقى نيجي مره تشوفوه طبعا بطل بطل وعند بطل ايه ده بطل في الاستنزاف بطل في العمليات قعد 9 سنين في الجيش ما خدش جزا حاجه مثال للجندي المصري المحترم اللي هو يعني نفخر به طبعا الله يرحمه يعني الله يديله الصحة ويرحمنا جميعا إن شاء الله طبعا. هو صعيدي من سوهاج نفس البلد بتاع عبد الحميد خليفة النقيب عبد الحميد خليفة وكان معانا السيد عبد محمد علي الله يرحمه وتوفى من حوالي 5 6 7 سنين كان رقيب أول رقيب مجند كان راجل كويس قوي ومحمد عبد الرحمن كانوا شايلين عبد الرؤوف اللي هم كانوا مساندينه يعني ومحمد عبد الرحمن جند محمد عبد الرحمن ربنا يشفيه تعبان فتره دي شويه ربنا يشفيه يا رب. دي كانت المجموعه اللي اتجمعنا وقعدنا 7 شهور او 6 شهور 17 يوم او اكتر شويه كمان يعني من العوده والكلام ده. الفتره دي قصه بقى ثانيه طويله جدا مش هنقدر نحكي الكلام فيها كتير. كان فيها البدو لهم دور كبير جدا معانا البدو سيناء وتحركنا كذا تحرك منهم تحرك بقى لغايه ما وصلنا في مغاره منجنيس في جبل على بعد يعني ارتفاعه عالي جدا شاق. يعني الجبل ده عباره عن جبل طلعنا له في 3 ايام يعني من مكان من منطقه يعني في و تعايشنا وعشنا وبدا عبد الرؤوف يتعافى سنه بسنه مع الزمن لغايه شهر في الثاني من غير ادويه من غير حاجه من غير اي ودي كانت معجزه للمشير احمد اسماعيل الله يرحمه لما شافنا قال لك ده يطلع على طول طلع على طول على المستشفى مش مصدق يعني برضه مواقف مش مصدق الدكاتره شافوه قال ده معجزه من عند ربنا واحد من غير عمليات يرجع تاني طبيعي بدور طبيعي ويعيش ويرجع طبيعي من عند ربنا يعني بقول لحضرتك نص بوصه داخله من هنا كده مثلا طلع عباره حفره طلع من جسمه كان مش عارف بيتبوء يعني ودم لا كان حاجه حالته من اصعب رجع ما شاء الله يعني عرفنا بعد كده قال لك المنجنيز بيبقى فيه خاصيه ان ما فيش فيه الميكروبات والبكتيريا والكلام ده ارزاق والفيروس ما بتعيش فيه ودي فعلا حقيقي فدي من ضمن الحاجات الغريبه جدا هو تراب اسود كده
ربنا كرمه ورجعنا فاحنا راجعين لقينا افرلاطنا ما كانتش افرلاط. يعني الافرول كله ما فيش ده كله ماهر كده ما فيش خالص. فكنا بنقعد نخيط بقى الافرول الجيوب نقطعها ونقطعها. واحنا راجعين فجاه علي بركات الله يرحمه وكانت معاه فاطمه ومراته ومجموعه العرب يعني قالوا انتوا لو رجعتوا كده الناس هتخاف يعني اي حد يشوفكم هيخاف منظركم كده فاحنا هنجيب لكم ملابس بتاعه اسره اتأثرت قبل كده نقدر ايه تقدروا تلبسوه. فكان في الله يرحمه عبد الفتاح نجم النقيب عبد الفتاح نجم من الابطال كان صديق عزيز ومحترم وابوه كضابط جيش محترم كان حاجه جميله الله يرحمه. فما شفت جابوا لي الافرول فانا قريت على البطلات مكتوب عليها الاسم وبتاع لقيته لما بتروح مكواجي فلقيته ففرحت ان هو عايش بس عرفت انه اتأثر. فقلت طب الحمد كويس انه عايش الحمد لله وخدت الافرول طبعا هو كان رفيع جدا. اما قيسه طبعا كان واسع عليا بقى لان ساعتها ما كانش فيه كان بقينا اجسامنا ما فيش خالص كان سبع شهور من غير اكل ولا شو يعني كنا بننزل نجيب الميه ونطلع ما حاجه مثلا بنقعد بقى ست ساعات نزول وست ساعات طلوع كنا نشرب نص الميه من لا كانت حاجه مش بسيطه لان كنا بننزل الجبل والجبل ده الوادي يعني الوادي ده عباره عن جبل بالنسبه للجبل اللي بعده نطلع جبل صغير وننزل جبل ثاني وننزل جبل ثالث لا رحله الموضوع صعب لا لا مش لا على الطبيعه حاجه ثانيه مختلفه طبعا حاجه مختلفه ف لقيت ففرحت المهم لبست الافرول ورجعت بس انا عرفت ان السوشي الله يرحمه كان في لغم وهو راجع على جنوب سيناء عشان خاطر مع قوات الطوارئ والكلام من ده مع الجانب الاسرائيلي عشان يشوفوا الجزء بتاع الشهداء فين والكلام من ده يتبادلوا الجسامين بتاع الشهداء ومع الاسرائيليين يعني دوم بتاع الاسرائيليين برضو يبلغوا عنهم وهو نازل وفي الطريق لغم الله يرحمه استشهد فيه في في في, في, في دي احزنني جدا لما رجعت بالسلام نايم الله يرحمه. كانت ايام جميله الحقيقه يا فندم ولكن خلاص انتهت الحرب والامور بقت جيده وكل حاجه بقت حلوه جدا. حضرتك حصلت على اوسمه وشهادات تقدير وناشين وانواط كثيره يعني كلمنا برضو عن هذا الموضوع. هو جيت الحقيقه انا الحمد لله ما بقول انا لكن يعني احسن شاركت اكتر حاجه شهاده المشير احمد سمين الله يرحمه في دهنا بخط ايده قال ما اداها لكم بخط ايدي نتيجه طبعا الموقف كان ساعتها الناشين والاونواط بعد سبع شهور ما رجعنا كانت موقوفه نتيجه باوامر رئيس السادات ساعتها لان كان حاصل فيه لخبطه شويه فقال انا هديك حقك لنجمه شرف ونجمه سينا توفيكوا حقكم انا هجيب لكم نجمه شرف ان شاء الله بس لما ترجعوا بسلامه انا عمل له في كان في مكافاه لنا طلعنا كمأموريه الكويت وعملنا شغل كويس قوي هناك في الكويت انشانا مدرسه المغاوير هناك ويعني سنتين اشغال شاقه يعني مش فسحه كانت شغل كويس قوي ولنا زمان وحبايبنا هناك في الكويت الحمد لله فاز توقيت فروحنا طلعنا الرحله دي فكانت الشهاده دي كانت مهمه قوي. في شهادات بقى اللي هي بقى التقليديه بقى الخدمه الطويله والنصف والخدمه حسنا مؤخرا يوم الاربعاء كمان تم تكريمك في المنصوره اعتقد كاحد يعني لا وفي مره والله جت مره او هيتم يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله باذن الله مره كان في الاذاعه خدوا مني حديث فاتكلمت حتى كنت لسه ما بقى يعني ما يعني المهم اتكلمت بالتليفون عادي جدا وبعد الحديث كان الراجل الامير او محترم الاذاعه الشرق الاوسط وجت واحد الفاضلات السيدات الفاضلات سمعت الحديث وكتب التعليق. هذا التعليق انا بالنسبه لي اكبر مما تتخيل. نوط ده نوط بحطه كشرف ليا ان هذه السيده الفاضله المحترمه دكتوره هي جوز دكتور محترم كتب التعليق يعني يبكيك يعني الحمد لله رب العالمين. حسيت ان ده لا ده تكريم بالنسبه لي اكبر بكتير قوي 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 من اي تكريمات التقليديه اللي هي الناس يعني لكن ده كون واحده تكتب بهذا الصدق وهي ما تعرفكش ولا حاجه لا ما تعرفش هي سمعت مجرد انها سمعت الحديث سمعت الحديث وراحت معلقه على الحديث في تبع انا عايز افتكر اسمه راجل محترم المهم يعني ففي يعني احنا عمرنا ما اشتغلنا عشان نفكر في انواط وناشين و لا احنا بنشتغل عشان نؤدي الواجب اللي علينا طول عمرنا وحتى الان النهارده بعمل انا لغايه النهارده بعمل الحمد لله واجبي في شغلي يعني بعتبر انا مصر كل حاجه بعملها لصالح الدوله فهي واجب بعمله الحمد لله. يعني حضرتك شرفتنا ونورتنا وسعداء جدا جدا بوجودك معانا. اخيرا حضرتك اهلاوي لان عرفت ان حضرتك اهلاوي جدا ويعني ولعبت برضو مع مجموعه من الاهلاويه بس لعبت شويه في الترسانه
لعبت شويه في الترسانه بس هو في اشبال كده صحيح. في الاشبال وحضرتك سؤال بس لكنك اهلاوي طبعا طبعا تحب النادي الاهلي طبعا الاهلي ايه رايك في النادي الاهلي الايام دي؟ النادي الاهلي يعني بلاش سياسه يعني لا لا ده كوره لا بتكلم بس كده هخش في السياسه لا 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 طبعا الفريق رايك في الفريق طبعا النادي الاهلي مش عاجبني فتره اخيره طبعا طبعا مش هو ده مش عارف بقول لك مش عايز اتكلم في السياسه لا يا فندم براحتك ليه لا يا فندم لكن النادي الاهلي افضل من كده بكتير المفروض ومكانته محتاج شويه تظبيط شويه في هتحصل ان شاء الله الفتره اللي فاتت كان فيها اجهاد كبير جدا للاعبين انا انا مش دي كلمه الاجهاد يا فندم مش متعودين على الاجهاد ما بعترفش بيها بصراحه لا هو النهارده المفروض هو طبعا الكوره يعني ما طبعا بالعكس انا النهارده لما الدوري يروح للزمالك كويس يبقى غيرنا عملنا حاجه كده يبقى فيها ايه مش معقول حتى كل الاهلي اهلي اهلي مش كويس ليه يا فندم احنا دايما عايزين نكسب على طول لا طبعا طبعا لكن لكن النهارده لا الزمالك لو لعب كويس او اي نادي في مصر يلعب كويس ويستحق لا احنا طبعا نشجعه ما احنا عايزين كده طبعا مش حاجه طبعا ده كده بيرفع مستوى الاهلي بيرفع مستوى الكوره في مصر طبعا وده الهدف طبعا يعني النهارده لما يبقى في منافسه بين الانديه كل ده بيرفع المستوى العام للكوره في مصر وده في الاخر يبقى الفريق القومي فهو ده وهو ده اللي عايزين نشوفه بقى في الماتشين اللي جايين في منتخب مصر مع منتخب ليبيا وان شاء الله احنا بصراحه مين هيكسب يا فندم منتخب مصر ولا منتخب ليبيا؟ خد بالك المنتخب الليبي مش سهل لا لا فريق كويس منتخب جيد لا يعني بس في ناس ممكن لا المنتخب الليبي فريق كويس قوي قوي ولاعيب الكوره وبيحبوا الكوره جدا طبعا عشان تبقى عارف فهو وزائد بقى انه بيلاعب منتخب مصر بيبقى فيه نوع من انواع الايه شمال افريقيا كده فيها شويه سخونه بيبقى بالظبط بيبقى في نوع من انواع الحافز ليه لكن نتمنى ان شاء الله ان الماتش يطلع كويس وتطلع النتائج ان شاء الله لصالح اللي يلعب كويس ان شاء الله باذن الله يا رب يا فندم حضرتك شرفتنا ونورتنا ودايما بنبقى سعداء بوجودك معانا ويعني انا عارف ان حكاوي وقصص حرب اكتوبر ده ممكن نقعد يعني كتير جدا نسمع فبنشكر حضرتك ان حضرتك كنت معانا النهارده وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا شكرا جزيلا يا فندم شكرا جزيلا اللواء أركان حرب مجدي أحمد شحات أنا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا على وجودك معنا خلينا نروح نشوف تقرير عن الجنرال محمود الجوهري صانع التاريخ من حلم العبور حتى محطة المونديال وبعد هذا التقرير فاصل وبعد الفاصل نرجع نشوف كريم سعيد وأحمد ثابت في فقرة هامة جدا دايما بنتكلم عنها وعن تكتيك منتخبنا الوطني خلال الفترة القادمة ولكن بعد ما نشوف تقرير عن الراحل العظيم كابتن محمود الجوهري وبعد كده فاصل وبعد الفاصل كريم سعيد وأحمد ثابت.